العقوقة زي امها سكتيها. ما ترميها بقى في اي حتة، خليها نخلص. مالي بسرعة. طب ايه رايك بقى في الجهاز دوت؟ الجهاز دوت 17 بوصه كور اي 7. ايوه هاخد الاحمر. بكيه اللاب توب ده تديه لسارينا، وانا هروح بقى عند الدكتوره نعمه. بسرعه كده يا كيتي. مش بسرعه ولا حاجه، قبل ما سارينا يصحى بس يا خالتي. ليه يا بنتي؟ واحنا طاردينك ولا انت سارقه سريقه؟ ده انت بنتي وربنا يعلم. معلش يا خالتي سيبينا امشي والنبي دلوقتي. طب استني ما اشوف الهديه الجامده اللي انت جايباها دي. سيبك من الهديه والكلام التافه ده، ابنك كان هيروح فيها. الحمد لله ربنا نجاه. وانت مالك وماله؟ هو البرشام كان بتاعك ولا انت اللي حرقتيه بيع البرشام؟ اللاب توب ده يا خالتي مش عشان الافراج، ده عشان الكليه بتاعته. ابنك في كليه صعبه قوي ولازم يركز، والصراحه بقى صاحب بالين كداب. يعني عايزه تفهميني انه هيعرف انك مشيتي ويقولوا عليكم السلام؟ ما انت دريانه بسارين، مش هسيب مكان اللي يدور عليكي فيه. طب وانا اعمل له ايه يعني؟ بصراحه بقى يا خالتي ابنك فاضل له خطوه ويبقى باشمهندس قد الدنيا، واللاب توب ده هيساعده على التركيز وعلى المذاكره كمان. من يوم ما عرفتك وانا بحبك يا كيتي، وشك فيه حاجه حلوه. انت طيبه وبنت حلال وجدعه. انا لو امك كنت هزعل على غيابك طول عمري، ومش كفاية. تزعل ايه بس يا خالتي؟ انا مش فاكرة حاجة خالص. وسلمي على سارينا، خلي بالك من نفسك والنبي. انتي كمان خلي بالك من نفسك، وهتوحشيني قوي. يا مدام حصل لك حاجة؟ يا مدام يا فندم. ضايق يا نهار اسود. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا اسف يا شيخة، خضتيني عليكي افتكرت حصل لك حاجة. انت كويسة؟ لا ضايق. طب تعالي هاتي ايدك، هاتي ايدك. انا ضايقة قوي، انا اسفة، انا بجد ما كانش قصدي اخبطك بالعربية خالص. يا ستي ولا يهمك، بتحصل عادي كل يوم يعني. يا نهار ابيض، ده انا خبطت لك العربيه خالص. خبطتي لي ايه بس؟ دي مجرد تريحه، ده خربوش. على فكره انت نضرتي اكتر مني. لا 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 انا اسفه، انا لازم اوديك للسمكري بتاعي، انا اعرف سمكري كويس قوي وانا هتحمل كل التكاليف.
السمكري ايه بس؟ ما انا كمان عندي سمكري يا ستي. والله ما في مشكله، دي حاجه بسيطه جدا. لا من فضلك عشان ما احسش بالذنب اديني رقم تليفونك وتاخد رقم تليفوني وانا هبعتك عند السمكري بتاعي، هو هيصلح لك اللي انا عملته ده. قول لي بقى رقم تليفونك كام؟ وانا بقى المفروض افضل مستنيك طول اليوم؟ طب وايه يعني يا اخويا؟ ما تستنى ان شاء الله، تستنى عمرك كله. كنت عايز ايه؟ خد اللاب بتاعك، انا مش عايزه. وانت امك بقى يا حالتها قالت لك اللي يجيب لك هديه ترجعها له؟ في فرق يا كيتي ما بين الهديه والشفقه، ولو افترضنا ان دي هديه فانا مش هعرف ارد ثمنها. خلاص لما يجي لك فلوس ابقى اديني ثمن. ما انت عارفه يا كيتي انها على قد، يا دوب مصاريف الكليه والبيت. ما تهدى هات كده وتقول هديه، ما تصلي على النبي امال. هو في فرق بيننا؟ انت هبل يا متشكرين يا ستي. ماشي انا همشي بقى عشان ما اتاخرش على الدكتور. ماشي سلم على امك. يوس بصي بقى، انا اتبنيتك زمان عشان انا ما بخلفش، واستحملتك كتير لما كنت بتهربي من عندي وتروحي عند ابله منال، واديكي اهو لا قعدتي عند ابله منال ولا قعدتي عندي. قوليلي يا كيتي انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه تقعدي عندي ولا عند منال؟ انا عايزه امشي عشان اتخنقت. كيتي انا لسه ما خلصتش كلامي. عارفه كلامك وحافظه حته حته، تحب اسمعه لك دلوقتي؟ ولما انتي مش طايقاني كده اللي جابك؟ جيت عشان اقعد معاكي، افتكرتك بقى هتكبري دماغك بقى من الكلام اللي هو بتاع جبتك من الملجأ وربيتك ورعيتك والكلام ده. انا تعبت، ولو مش عايزه تشوفيني تاني ومش عايزه اقعد معاكي مش هتشوفي وشي في حياتك. انا مش عايزاكي يا كيتي، ده انا بتمنى التراب اللي بتمشي عليه. ده انتي بنتي، انتي اللي مش راضيه، انتي اللي مش عايزه. انتي ناسيه ان ياما جيتلك عند منال؟ ناسيه انك ليل ونهار بتهربي مني وانا بجري وراكي وبلف وراكي لما تعبت؟ انا ما بقتش صغيره يا كيتي، انا اصلا متدمره من يوم جوزي ما مات. ما تكمليش عليا، البيت وحش من غيرك، وحش قوي قوي قوي. طب وربنا لا تسكتي. اسكتي بقى، حقك عليا والنبي انا هاجي معاكي، خلاص مش هسيبك ابدا. بس انت بقى بتستحمليني. هستحملك يا حبيبتي، هستحملك. الو الو ازيك؟ انا حلا. حلا اللي خبطت لك عربيتك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا فندم. انا كنت بتصل عشان اشكرك قوي على ذوقك، ويعني واحد غيرك كان ممكن يعمل لي محضر وسين وجيم. يا فندم ده انا اللي بشكرك على التليفون الرقيق ده، يعني الناس ما بقتش بتعمل كده خالص دلوقتي. بس انا لسه عند وعدي، انا ممكن ابعت لك حد يصلح لك عربيتك. لا 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 ما تشغليش بالك خالص، انا ظبطت الدنيا، عملت اللازم. طيب اوكي، انا اتشرفت قوي بمعرفه واحد متحضر زيك. يا فندم ده انا اللي مبسوط اكتر والله، ده انا ليا الشرف. طيب تسمح لي ابقى اتصل اطمن عليك من وقت للتاني؟ طبعا، ده حضرتك تتصلي في اي وقت، تحت امرك. اوكي باي. باي باي.
أكل أكل. قوي يا أمين. مالك يا يحيى؟ تعبان؟ مخنوق مخنوق قوي. انت امبارح طول الليل عملت نزعة جنبي، كنت قلقان عليك قوي يا يحيى. هو امبارح بس؟ كل يوم كل يوم بصحى على نفس الكابوس، حد بيجري ورايا وبيحاول يقتلني بس ما بعرفش اعرف منه، وما بعرفش هو مين. نفسي اعرف هو مين يا نسمة. كل يوم كل يوم كل يوم بشوف الكابوس ده، خليكي جنبي. أنا جنبك يا حبيبي، أنا جنبك. ما تسيبيني، ما أقدرش أسيبك. بس أنا بس عشان خاطرك.
للأسف زي ما توقعت. هنتصرف ازاي دلوقتي؟ تحب تبلغه انت؟ تحب تبلغه انت؟ انا؟ ايوه. امال هنقول لمدام حلا؟ لا 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 لا، انا هتصرف. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت من فضلك، انا دماغي وجعاني قوي، محتاج يعني حاجه تظبط دماغي. صداع يعني؟ لا، هو مش صداع بالظبط، يعني حاجه شبه كده، بس انا دماغي وجعاني قوي. طيب اجيب لحضرتك برشام صداع ولا تحب فوار ولا اي نوع تاني؟ لا، هو برشام للصداع يعني مش هيعمل حاجة معايا، مش هياكل معايا خالص. طيب أجيب لك فوار؟ لا، ولا فوار الصراحة، يعني أنا أنا عاوز ترامادول. نعم. أنا مستعد أدفع دبل السعر أو تريبل اللي أنت عايزه. ما عندناش الترامادول ده، جدول مخدرات. أيوه، ما أنا عارف، بس اتفضل حضرتك من هنا. والله حضرتك هدفع لك كل اللي أنت عاوزه. حضرتك اتفضل من هنا. ماشي، اوكي، اتفضل. يا صفق، تشرب قهوة؟ لا لا، مش قادر. انت وراك شغل ولا خلصت؟ ما عنديش حاجة. ما روحتش ليه طيب؟ انت شكلك ما نمتش اصلا. ما عملش حاجة غير ان انا بنام. يا بختك، انا نفسي انام ومش عارف. عايز تقول ايه؟ لا، ما حاسك عرقان بس شوية. دي واضح انها غالبا اعراض لنفومة. لنفومة ايه؟ احنا لسه ما تأكدناش من اي حاجة. طب ودرجة حرارتي العالية والاعراض اللي بتجيلي وحالتك اللي انت داخل بيها دي؟ صفات، انا عارف انا عندي ايه، بس زي ما قلت لك قبل كده، انا مش عايز حالة تعرف اي حاجة خالص عن الموضوع ده. حاضر، مهما حصل بس لازم نكمل بقية الفحوصات والتحاليل إن شاء الله. ها، اتأخرت كده ليه؟ ما تأخرتش ولا حاجة، ده مسافة السكة. وريني جبت ايه؟ اطلع اطلع. ايه ده؟ نص شريط؟ عامل بيه ايه؟ مش هيكفيني. سليم، انا باخد شريط او شريطين في اليوم. يا اخي كنت جبت لي كميه كرتونه وانا كنت هدفع لك اللي انت عايزه، بس ما تسيبنيش كده. يحيى باشا، انا كنت هروح في داهيه وكنت هلبس سابقه بسبب الهباب ده، ومن ساعتها وانا واخد عهد على نفسي ان انا مش هرجع له تاني، ورجعت لما شفتك تعبان. طب 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 سليم، بص هقول لك على حاجه. قول لي انت بتجيب منين وانا هروح لهم. اصل انا اتصلت بكل الناس اللي انا اعرفهم وقالوا لي مفيش النهارده. والله العظيم ما هتلاقي نص حبايه في البلد.
سرينا ما تسيبنيش كده، انا عمري ما اتخليت عنك. عيب يا يحيى باشا، انا معاك. انا عارف انت بتبص لي ازاي، انت بتبص لي على اني مدمن، لكن لا، الحكايه عندي اكبر من كده بكتير. سرينا انا لازم افضل صاحي طول الوقت، طالما دول هو الحاجه الوحيده اللي بتخليني صاحي. انا لو اقدر ما نمشي العمر كله كنت عملت كده، عشان خاطر الموت اللي بيلف حواليا مش عاوز يواجهني، رايح جاي عليا، مش عاوز يسيبني يا سرينا. يحيى باشا انا عايز بس حضرتك تمسك نفسك بالنص الشريط ده، وانا والله العظيم اوعدك ان انا هتصرف. اعمل بيه ايه؟ رد. اوعى. بقول لك ايه؟ ما تيجي نسافر لنا يومين. سافر؟ يعني نغير جو شويه، بقالنا كتير ما سافرناش مع بعض. ليه؟ ما احنا لسه مسافرين السنه اللي فاتت. يا للدرجه دي؟ للدرجه دي يعني ايه؟ انت بس فاجئتني. طب خلاص، هو كان اقتراح، لو مش عايزه تمام يعني. لا خلاص مش مشكله، سافر. طيب يا ستي، هو أوعدك إنهم هيبقوا يومين عمرك ما تنسيهم في حياتك. غريبة، أنت طول عمرك بتستثقل السفر، إيه اللي غيرك كده؟ أنت يا ست اللي غيرتيني، مش عارف بس حاسس إن إحنا لازم نقرب من بعض أكتر لحد ما تزهقي مني يا ستي. أنا عمري ما زهق منك يا أنس، أنا بحبك وعارف إن أنا تعبك معي. كان نفسي تقفي عند بحبك بس. أنت ليه مصمم تصعب عليا؟ أنا عارفة إن أنا غلبتك وتعبتك معايا، بس أنا مضحكتش عليك. أنت اتجوزتني وأنت عارف إن أنا معقدة وعندي مشاكل، وأنت اللي أصريت إن إحنا نتجوز مع إنك عارف إن أنا لا أم ولا عيلة، وعارف كمان إن أنا ما كنتش دكتورة زيك، أنا كنت يا دوبك ممرضة شاطرة وخلاص. مش فاهم إيه لازمته الكلام ده يا حل؟ لأني قربت أتجنن يا أنس. ليه يا حبيبتي بتقولي كده؟ أنا بقول الكلام اللي أنت مكسوف تقولهولي. ستي أنا اشتكيت لك من غير ما تشتكي، أنا حاسة وفاهمة. كفايه ان انت مستحمل مشاكلي، مره امي ضايعه، مره عمي بيسرقني، وعندي مشاكل قد كده، والله اعلم ايه اللي جاي كمان. وانت لو فاهمه ان انا مش حاسس بيكي تبقى غلطانه. امك دي امي، يعني زي ما انت زعلان عليها انا كمان زعلان عليها، ممكن يكون اكتر منك كمان. ما تنسيش ان انا من غير اب، من غير ام، من غير عيله. عشان كده كان نفسي عيلتي تكبر وتزيد. كل شوية أقول لك تعالي نخلف تاني، تقولي لا لسه شوية. حالا أنا بعمل المفروض أعمله. نفسي أعمل لكم حياتكم. أنا بحبك يا أنس.
يخليك لي. يلا لا من ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ يلا لا امشي بقى امشي امشي مش انتي اماني يلا اماني يلا اتفضلي يا امي ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الله 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 ايه يا ست انت تقفي تتفرجي علينا ما تحشيها انت ضايقتها انت اصلا ضايقتها عيب كده ضايقتها في ايه بس ده رديتها فلوس رميتها في وش اوعى تصرخ فاهم اوعى تصرخ انا ممكن اضيع مستقبلك ارفدك من المدرسه عيب كده خليك مؤدب اه مدرسه اه طيب اتكلي على الله يا حاجه أماني بقى يلا خلاص يلا أماني يلا بقى يلا أماني بقى يلا نمشي بقى يلا بس يلا بقى انت سيب ايدها بقى يوه اوي يلا 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 نمشي يلا نمشي